بسم الله. لو انا عايز اعمل سيلكت نوع معين من العناصر، باجي عند اديت فايند سيلكت، او ابدا اشوف انا محتاج اعمل سيلكت ليه. وليكن مثلا الكولوم، بدوس علامة زائد بيبدأ يعمل لي سيلكت لعناصر الكولوم الموجودة. تمام، ممكن عايز ادخل معاه الوول، اقول له طب والوول كمان، بدوس علامة زائد بيعمل سيلكت للعنصرين اللي هو الوول والكولوم. تمام، ممكن تزود اي حاجة انت عايزها. تمام، ممكن من هنا اقول له انا عايز اول اليمنت، او عايز 2D او 3D، خلينا نقول له اول اليمنت زائد، خلاص عمل سيلكت كل العناصر اللي انا عايزها. تمام، ممكن اقول له انا عايز حاجات 2D بس او 3D بس. ممكن اضغط هنا على اساس ان انا اعمل سيلكت لحاجة معينة، وليكن مثلا الوول. خلاص كده عمل لي سيلكت على الوول بس.